مشاهدينا صباح الخير. موضوع اليوم يهم الازواج، وملي كنتكلموا على موضوع يهم الازواج تتكون معنا الدكتوره امال شبر. صباح الخير امال. صباح النور عزيزه، مرحبا بك. فموضوع اليوم جانا كذلك في الاسئله ديال المشاهدين، وهو ملي ما كيكونش هناك توافق يعني ثقافي ما بين الزوج والزوجه، او اللي كنسميوها لانكومباتيبيليتي انتيليكتويل انتري بو، يعني تتكون واحد فيهم قاري بزاف والاخر قرا غير شي شويه. احنا سمعنا لبعض المكالمات وهي اللي عطاتنا الفكره، يعني اننا ندرجوا هذا الموضوع هذا، انه تتقول لك انا قريت بزاف والزوج ديالي قرا غير شي شويه وهذا، وما كنحشم انه نتناقش انا وياه في شي موضوع قدام الناس وهذا. او لا تيكون الزوج تيقول لك انا خديتها على اساس زعما ما قراتش بزاف، ماشي بحالي، ماشي في المستوى ديالي، ولكن هذه المساله ولات كتشكل لي احراج، ولات كتشكل لي يعني مشكل في التواصل مع الزوجه. هاد الناس اللي تيكونوا يعني حنا في الدين ديالنا انه جوج الناس كيتزوجوا تيكونوا متوافقين في بزاف ديال الحوايج، شنو اللي تيخليهم يغفلوا على هاد المساله هادي ويعاودوا يتفكروها ملي كدوز سنين من الزواج؟ كنساو عزيزه كنساو، يعني في الاول في ديك اللقاء الاولي ما كنبقاوش يعني كنشوفوا الاخر دائما زوين بخير، هي كنشوفوش ما كنشوفوش الحوايج اللي يمكن جوهريه، يعني جوهريه، وبعد يمكن واحد يجي واحد الوقت اللي غنحسوا بهذاك النقص في ديك عدم التواصل مع الانسان الاخر. هذه من جهه، ولكن من جهه اخرى علاش دائما كنشيروا للاخر؟ يعني اي انسان راه ماشي مثالي. يعني الا كنت انا عندي بحال باك بلس 10 ولا 15 والزوج ديالي يمكن عنده مقاريش ولا عنده غير الباك ولا كاع مقاريش ولا هذا، يعني عنده شي حوايج اللي انا ما عنديش. نعم، وانا عندي شي حوايج اللي هو ما عندوش. ولكن امل لانه حتى في المجتمع المغربي هكذا ولات يعني افهم دائما الدبلومات والمستوى الدراسي هو معيار، يعني كنديروا به التقييم ديال الانسان اللي تيكون قدامنا. واش هي يعني هذا مشكل؟ هو ايضا سبب، هو مشكل مشكل مشكل. علاش انا غنحكم على الانسان بقرايته؟ إيه قرايه مزيانه، انا دائما كنشجع واحد الانسان يقرا ويزيد القدام، وكاع على ما شدش الباك يقرا حوايج اخرين، يقرا يدير اعمال يدويه، يدير لارتيستيك، يدير بزاف د الحوايج. يعني اي انسان ما نقدروش نقارنو، ماشي كلشي. وتصور المغرب كله عنده باك بلس 15 ممكنش. نعم فهمتيني؟ ولا العالم كله كلشي قاري، ما يمكنش. لابد يعني كيف في اي انسان قدروا نكونوا مختلفين. غير في الاول الوغ بزاف الناس يعني ما كيعطوش اهميه لهذه، ومن بعد علاش كيعطيوها اهميه؟ هذا هو السؤال اللي كنطرحوه. علاش النهار الاول بحال بعض السيدات قبلت بان راجلها يمكن كوميرسون، كوميرسون يعني كيبيع ويشري، عنده المال ديالو، عنده رزقه، عنده كل شيء، هي يمكن قرات وعندها يمكن عندها خدمه ديالها، ولكن كيجي واحد الوقت كتقول لك لا. نعم انا لا، انا بين قوسين واحد لافخاز، واحد الجمله كترجع بزاف، كيحشم بيا. كيفاش كيحشم بيك؟ ما يمكنش. اولا علاش غيحشم بيك؟ يعني انت ماشي الام ديالو، وانت ماشي يعني هو كائن. نعم، وهي كائن، ومجموعين عن اختيار، اختاروا بعضياتهم. يعني دابا السؤال اللي كيتطرح هي علاش بعد 10 سنين يمكن يمكن فاش ولدوا الاطفال علاش بدلوا الراي ديالو؟ هذا هو السؤال اللي خصنا نطرحوا لنفسنا. اكزاكتوم، الوغ علاش يعني هذا الراي هذا كيتبدل من بعد واحد المسيره، واحد الشوط كيقطعوا مع بعضياتهم؟ حيت المشاكل كتبدا، وفي كتبدا المشاكل خصنا نلقاو شكون المسؤول. كنقولوا المسؤول هو الاخر. نعم، دونك اي حاجه نلوم على الاخر، اي حاجه كنشوفوها اللي هي بين قوسين كتجينا حنا ناقصه كنخرجوها للقدام، لا حيت هادي، لا حيت هادي. دونك دائما كنشيروا على الاخر. نعم، وما كناخذوش مسؤوليتنا حنا في ظهور هاد المشاكل وفي عدم إدارة هاد المشاكل باش نلقاو الحلول جميع. نعم، ملي كيكون مثلا مشكل في التواصل في لا كومونيكاسيون، في انه مثلا الزوج يبغي يوصل الفكره للزوجه ديالو ما تتفهمهاش بالشكل اللي هو بغى، او العكس مثلا، شنو يعني باش تنصحي هاد الازواج اللي تعيشوا هاد الحاله هذه كيفاش ممكن يتواصلوا؟ واخا غير نوضحها عزيزه، ماشي حيت ما قراوش بزاف راه ما كيتواصلوش. سي كليغ، راه يقدروا يقراو بزاف وما كيتواصلوش. نعم، دونك ما كاينش علاقه بينهم. ملي نقولوا مثلا ما كاين يعني ملي تيكون مشكل في التواصل بسبب هاد لا ديفيرونس هادي في نقولوا في القرايه، في هاد لا ديفيرونس في يعني في الوعي ولا في الوغ. الوعي حاجه واحده اخرى، هادي اللي بغيت نجي لها. انا كنجر منك. شفتي الوعي هادي اللي بغيت نجي لها، حيت ماشي بقات في القرايه، القرايه نقدر نكون قاريه العجب وما كنعرفش نهضر. نعم، ما
ما كنعرفش نهضر، ما كنعرفش نتواصل. نعم. وكاين اللي ما قاري والو وكيتواصل مزيان، وكيتواصل بخير وكيعرف شنو الاحتياج ديالو. وهنا فين كاين الوعي، لا كونسيونس، كيفاش كنتقبل الاخر وكيفاش كنتقبل نفسي، وكنشوف الحوايج اللي ناقصه وكنتعلم من تجارب الحياه. نعم. ماشي لا بد القرايه اللي كتعلمني، حتى الحياه كتعلمني. نعم. ولكن كيفاش نوصل باش نكون فخوره بالزوج ديالي وفخوره بالزوجه ديالي، فخور بالزوجه ديالي، قاريه ولا ما قارياش، راه لا بد عندها نقاط ايجابيه وعنده نقاط ايجابيه. الو، غادي ناخذ مكالمه من عند احلام، كتصل بنا مدينه بني ملال. الو، عاد كيف انتي عزيزه؟ الحمد لله الحمد لله، مرحبا بك. كنشكرك كنشكرك بزاف. مرحبا على هذا البرنامج، انتي ناقصه امل شعبي. مرحبا مرحبا بك احلام. الو، السؤال ديالك تفضلي. السؤال ديالي هو انا الزوج ديالي خارج من تحضيري، وانا ديجا قاريه وديجا كنت درت انني كنت قريت لي ديكور وديك الشيء. من بعد هو ما كيتعاملش معايا زوين، انه ديما كيحس بانني انا فايته في القرايه، انني مديره عليه، انا كنحط الفرق بيناتنا في الثقافه ديالنا. انا ما عندي شي مشكل زعما انه هو ما قاريش ولا انا قاريه، هذا ما كانش عندنا قبل، ما كانش عندنا هذا المشكل باش انا تزوجنا. دونك المشكل هو يعني هو اللي ناقص عليك في المستوى الدراسي. هو ناقص عليك في المستوى، ولكن بالعكس من في الاول ما كانش عندنا هذا المشكل. حتى ولدنا وليدات عاد باش هو تبدل عليا، ما بقاش كيتعامل معايا كيف ما كان في الاول. وانا هادشي دارني في خاطري بزاف. وعلاش علاش علاش تبدل؟ شنو وقع يعني مع الوليدات؟ شنو واش ولا كيبغي يعيش حياته بوحدو بحالي انا، بحالي انا ماشي كنفكر بحالو ولا هكا. هو هادشي اللي كيفكر فيه. انا عندي عادي ما كاينش شي مشكل، ولكن هو ديما كيكون عنده واحد المشكل انني انا فايته في القرايه ولا. تنشكرك بزاف احلام على اتصالك. ماشي سهل ان الزوجات يتكلموا على هذه الاشياء هذه. نعم. امل، هنا دابا عرفناش المشكل من انوت انجل دو فيو. الزوج هو اللي كيحس بالنقص، هو اللي خلق لها مشكل. احلام يعني فكرتني في لوتر بارتي افكتيفمون. يعني بعض المرات شنو كيوقع؟ يعني الزوجه هي قابله، ما كاين حتى مشكل، مي الزوج كيحس بنقص. نعم. يعني ما تيقش في راسه، يعني كيولي كيقارن راسه بالزوجه ديالو، يمكن هي خدامه، يمكن كتربح الفلوس اكثر منه، يمكن هي كتعرف تهضر، يمكن فيش كيكونوا مجتمعين مع الاصدقاء. نعم. ومع الاحباب ومع العائله. دونك هو كيبقى يقارن راسه، دونك شنو كيوقع؟ يعني كيحس براسو ناقص، يعني ما كيبقاش تايق في راسو، ورد الفعل ديالو كيولي كيبقى يهرس فيها، كيقول لها ديك القرايه ديالك شنو وصلاتك، وانت كاع شنو درتي، وانت كاع هادي. دونك كيولي كيطيح منها. حيت علاش؟ حيت سي ترو دور، حيت فين كيشوفها هي قاريه وهو ما قاريش. نعم. وهذا الشيء كيدير مشاكل افكتيفمون كثيره في العلاقات بيناتهم الزوجيه. دونك انت في رايك مثلا واش الانسان يحسم هذه المسائل هذه قبل الزواج؟ مثلا واحد الزوجين غاديين يتزوجوا دابا، يحسموا هذه المساله هذه، يتكلموا على هذه الاشياء هذه قبل الزواج، او غير يتزوجوا ويشوفوا الوقت شنو غادي يجيب؟ لا، خاص لابد يتكلموا في الاول، وخاص ما حتى واحد ما يقارن نفسه مع الاخر. علاش هو يقارن راسه؟ راه هو خدام. الرجوله راه ماشي بالقرايه، الرجوله بالمسؤوليه. نعم. نقرب، بالعكس انا نكون فخور بمراتي، بالعكس مراتي قاريه، يمكن فارماسيانه، يمكن طبيبه، يمكن ما عرفتش شنو هي، استرونوت كاع، فهمتيني؟ ما كاين مشكل. حتى انا راجل، حتى انايا عندي خدمتي، حتى انا ما كنمد يدي حتى واحد، حتى انا مسؤوليتي مع الاطفال ديالي، وغنعلمهم شي حوايج يمكن اللي هي 200% هي ما كتعرفهمش. نعم. هي غتعلمهم حوايج اخرين، يكون اون كومبليمونتاريتي. نعم. واحد كيكمل الاخر. امل، كنت مازال واحد السؤال باش نسولك، يعني كيفاش دير احلام باش الزوج ديالها ما يبقاش ينقص منها بحال هكذا، اوفان ما يبقاش يحس بالنقص. اكزاكتومون، غادي نكملوا هذا الموضوع هذا في الراديو، فيمكن لكم تلتحقوا بنا باش تعرفوا معلومات اكثر على هذا الموضوع مع الجوج على امواج راديو دوزام. يمكن لكم تتابعونا كذلك عبر الانترنت على بوابه راديو دوزام www.radiodozem.ma. غنتلاقاوكم ان شاء الله يوم الاثنين معك امل ياك بموضوع جديد. إلى اللقاء.